بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام. أحلام إذا رآها الرجل في أحلامه تدل على خيانة الزوجة لزوجها. أولا، لو رأى الزوج أن زوجته عارية على البحر وتدخل البحر مع رجل آخر، عبيدي دي رؤية مؤكدة بالخيانة. وأيضا بالنسبة للمرأة، لو رأت الزوج أنه يخلع ملابسه عاريا على شاطئ البحر مع امرأة أيضا عارية، فيدل لها على خيانة زوجها. خيانة الزوجة إذا رأى الزوج خيانة الزوجة في المنام، زي مثلا أحباب الكرام إنها بتلبس حذاء آخر غير حذائها، يعني هي إلها حذاء بتطلع فيه ولكن بتغير الحذاء وتلبس حذاء آخر، فهذا يدل على خيانة الزوجة لزوجها، والله أعلى وأعلم. تحياتي ليكم وجزاكم الله كل خير على حسن مشاهدتكم واستماعكم لأختكم في الله أم الصابرين. حبايبي، أي حد ظلم حد وأي حد تسبب لجرح حد، ما عليكم إلا تقولوا بس كلمة، تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى أحبابي الكرام هو حسبنا في كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر، كل شيء هو الله. فانت لما توكلي الله سبحانه وتعالى تقولي توكلت عليك يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا، هتشوف وحترى بعينك في اللي ظلمك او ظلمتك. حبايب، الفلوس مش كل حاجة والله، ابدا 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 ابدا. يا ناس، يلي بتحاربوا في قطع عيش الناس، كلنا هنموت ونسيب المال ونسيب لغاية ملابسنا، لغاية كل شيء في حياتنا، بس يلي بتقطعي عيش الناس عشان خاطرك انت تبقي حاجة تانية اعلى زي ما تعلى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيكتب كل شيء عنده، بكتب كل شيء عنده. اقرأ كتابك أحبابي. أي حد بيظلم حد قول يا رب، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. وجزاكم الله كل خير مع ألف مليون سلامة.